مرحبا بكم أصدقائي في درس تعلم اللغة الإنجليزية من البداية إلى الاحتراف للمبتدئين. أعدك يا عزيزي المشاهد أنه إذا أخذت ساعة من يومك لمتابعة هذا الدرس من البداية إلى النهاية، ستخرج بحوزتك كلمات، عبارات والجمل الأكثر استعمالا في الحياة اليومية، أي يجب عليك أن تحفظها وتستعملهم باستمرار. هذا الفيديو صمم أيضاً للأشخاص التي تود أن تتعلم الإنجليزية عن طريق الاستماع، فهي أيضاً تعتبر طريقة فعالة لحفظ واكتساب المصطلحات والجمل. فقط ضع السماعات ثم ركز واسمع جيداً، وحاول أن تردد معي هذه الكلمات والعبارات الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية. كل التوفيق لكم، وهيا لنبدأ عزيزي المشاهد. ولا تنسى الضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق، وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. حتى لا أطيل عليكم أصدقائي، لنبدأ. أول كلمة معنا أصدقائي، وهذه الكلمة أو العبارة تستعمل كثيرا، فحاول أن تركز وتقوم بحفظها جيدا. It's a matter of life or death. 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 بمعنى إنها مسألة حياة أو موت. إنها مسألة حياة أو موت. كيف نقول هذا بالإنجليزية؟ نقول It's a matter of life or death. Life تعني الحياة، وdeath تعني الموت. نعم، الجملة التالية It does not take a lot of time. It does not take a lot of time. It does not take a lot of time. نعم، it does not take a lot of time. بمعنى لا يستغرق الأمر الكثير من الوقت. لا يستغرق هذا الأمر الكثير من الوقت. كيف نقول هذا بالإنجليزية؟ نعم، جيد جدا، نقول It does not take a lot of time. It does not take a lot of time. نعم، جيد جدا. الجملة التالية، استمع لها جيدا. You should be thanking me. عفوا، You should be thanking me. أعيدها من جديد واستمع لها جيدا. You should be thanking me. حان دورك الآن لقراءة هذه الجملة عزيزي المشاهد. نعم، جيد جدا. You should be thanking me. بمعنى يجب أن تشكرني. يجب عليك أن تشكرني، أو يجب أن تشكرني. كيف نقول هذا باللغة الإنجليزية؟ نعم، نقول You should be thanking me. الجملة التالية عزيزي المشاهد، A wondered future lies ahead of you. A wondered future lies ahead of you. هيا يا عزيزي المشاهد، حاول أن تركز قليلاً وتقوم بقراءة هذه الجملة بصوت مرتفع. نعم، أحسنت. A wondered future lies ahead of you. بمعنى مستقبل رائع ينتظرك. مستقبل رائع ينتظرك. A wondered future lies ahead of you. الجملة التالية عزيزي المشاهد، The least of my worry.
The least of my worry. نعم جيد جدا. The least of my worry. فإذا ما معنى هذه الجملة يا عزيزي المشاهد؟ نعم جيد جدا، بمعنى آخر اهتمامي، آخر اهتمامي. The least of my worry. The least of my worry. بمعنى آخر اهتمامي، آخر اهتمامي. والآن الجملة التالية يا عزيزي المشاهد، هيا حاول أن تقرأ هذه الجملة بنفسك الآن، وبعدها سأقوم بقراءته لك من جديد. نعم جيد جدا. We are all ready to go. بمعنى نحن جميعا على استعداد للذهاب. نحن جميعا على استعداد للذهاب. أو بمعنى آخر، نحن مستعدون للذهاب. نحن مستعدون للذهاب. نقول We are all ready to go. والآن كيف سنقول يا عزيزي المشاهد؟ ماذا تفضل؟ أو ما هو المفضل لديك؟ ماذا تفضل؟ أو ما هو المفضل لديك؟ هيا حاول أن توقف الفيديو هنا وتقوم بكتابة الجملة باللغة الإنجليزية في التعليقات. ماذا تفضل؟ سأقول What's your favorite? What's your favorite? أعيدها من جديد. What's your favorite? بمعنى ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ أحسنت. الجملة التالية عزيزي المشاهد الآن، كيف سأقول جعلني بلا معرفة؟ جعلني بلا معرفة، كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية؟ جعلني بلا معرفة، بمعنى، وهذه الكلمة تقال عندما يكون شخص يخفي عنك الحقيقة. إذن كيف سأقول هذا؟ نعم أحسنت، أقول kept me in the dark. Kept me in the dark. أعيدها من جديد. Kept me in the dark. دورك الآن عزيزي المشاهد لتقوم بقراءة هذه الجملة. جيد جدا. الجملة التالية الآن، كيف سأقول باللغة الإنجليزية من الجدير بالذكر؟ من الجدير بالذكر، كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية؟ هيا اكتب لي هذا في التعليقات، ولا تنسى أيضا أن تدعمنا بلايك وتقوم بمشاركة القناة مع أصدقائك. نعم جيد جدا، أقول It's worth mentioning. It's worth mentioning. It's worth mentioning. دورك الآن عزيزي المشاهد. أحسنت. الجملة التالية. You convinced me. You convinced me. You convinced me. دورك الآن لقراءة الجملة. جيد جدا. You convinced me. بمعنى أقنعتني. أقنعتني. نقول بالإنجليزية You convinced me. You convinced me. بمعنى أقنعتني.
أو لقد قمت بإقناعي أو أقنعتني. نعم جيد جدا. الجملة التالية: I don't want to rush you. 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 بمعنى لا أريد أن أستعجلك. لا أريد أن أستعجلك. I don't want to rush you. I don't want to rush you. Don't talk back to me. Don't talk back to me. Don't talk back to me. أعيدها من جديد. Don't talk back to me. معنى هذا: لا تتحدث معي مرة أخرى. لا تتحدث معي مرة أخرى. Don't talk بمعنى لا تتحدث معي. Don't talk لا تتحدث. Don't talk back to me تعني لا تتحدث معي مرة أخرى. Don't talk back to me. I will take that into account. I will take that into account. I will take that into account. دورك الآن عزيزي المشاهد لتقوم بقراءة هذه الجملة. نعم جيد جدا. I will take that into account. أو نقول I will take that into account. بمعنى سوف أخذ ذلك في الاعتبار. سوف أخذ ذلك في الاعتبار. والآن كيف سأقول يا عزيزي المشاهد؟ أنا أموت لأعرف. أنا أموت لأعرف. كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية؟ هيا حاول أن تركز قليلا وتقوم بكتابة لي الجملة باللغة الإنجليزية في التعليقات. أنا أموت لأعرف. جيد جدا. I am dying to know. I am dying to know. I am dying to know. بمعنى أنا أموت لأعرف. I am dying to know. والآن كيف سأقول يا عزيزي المشاهد باللغة العربية؟ There is no doubt. There is no doubt. أكررها من جديد وحاول أن تركز في الاستماع. There is no doubt. There is no doubt. معنى هذا: لا يوجد شك. لا يوجد شك. أو ليس هنالك شك. There is no doubt. There is no doubt. Everyone has flaws. Everyone has flaws. أكرر هذه الجملة من جديد. Everyone has flaws.
Everyone has flowers. ما معنى هذا؟ نعم، معناه كل شخص لديه عيوب. كل شخص لديه عيوب. Everyone بمعنى كل شخص أو كل الأشخاص. Everyone has flaws، لديه عيوب. Everyone has flaws، كل شخص لديه عيوب. الجملة التالية: He's coming soon. He's coming soon. حاول يا عزيزي المشاهد أن تقوم بكتابة هذه الجمل التي عرضتها لك في هذا الفيديو في ورقة وتقوم بحفظها وقراءتها كل يوم واستعماله أيضا. He's coming soon بمعنى إنه قادم قريبا. إنه قادم قريبا. He's coming بمعنى إنه قادم. Soon تعني قريبا. He's coming soon. إنه قادم قريبا. Life is short. Life is short. Life is short. كيف سأقول هذا باللغة العربية أو ما معنى هذه الجملة؟ معنى life تعني الحياة، is short تعني قصيرة. Life is short بمعنى الحياة قصيرة. إذن كيف سأقول الحياة قصيرة باللغة الإنجليزية؟ سأقول life is short. Life is short. الآن كيف سأقول يا عزيزي المشاهد واحدا تلو الآخر؟ هذه الجملة تبدو سهلة. واحدا تلو الآخر، كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية أو ما هي الجملة المناسبة؟ واحدا تلو الآخر. هيا ركز قليلا وحاول أن تخمن هذه الجملة أو أن تحزر هذه الجملة. نعم، إنها one by one. One by one بمعنى واحدا تلو الآخر. One by one، واحدا تلو الآخر. أكرر هذه الجملة من جديد. One by one. Don't skimp on yourself. Don't skimp on yourself. Don't skimp on yourself. ما معنى هذه الجملة عزيزي المشاهد؟ معناه لا تبخل على نفسك. لا تبخل على نفسك. Don't skimp بمعنى لا تبخل على نفسك. على نفسك معناه on yourself. على نفسك بمعنى on yourself. Don't skimp on yourself، أي لا تبخل على نفسك. الجملة التالية: My phone overheats when I use it. My phone overheats when I use it. My phone تعني هاتفي. Overheats بمعنى يسخن. When I use it، عندما أستعمله. إذن ما معنى هذه الجملة؟ يسخن هاتفي عندما أستخدمه أو أستعمله. يسخن هاتفي عندما أستعمله. My phone overheats when I use it. My phone overheats when I use it.
الجملة التالية عزيزي المشاهد: There is something on yourself, on your face عفوا. There is something on your face. There is something on your face. أو There's something on your face. أو There is something on your face. ومن الأفضل أن تقرأه بالاختصار فتقول There's something on your face، بمعنى هناك شيء على وجهك، هناك شيء على وجهك. There's something on your face. هناك شيء. There's something on your face. على وجهك. Don't forget to wear warm clothes. 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 معنى هذا لا تنسى ارتداء الملابس الدافئة. Don't forget بمعنى لا تنسى. To wear بمعنى ارتداء. Warm clothes الملابس الدافئة. حان دورك الآن يا عزيزي المشاهد أن تقوم بقراءة هذه الجملة. نعم جيد جدا. I have my personal reasons. عفوا. I have my personal reasons. I have my personal reasons. أعيدها من جديد. I have my personal reasons. بمعنى لدي أسباب الشخصية. I have my personal reasons. لدي أسباب الشخصية. دورك الآن يا عزيزي المشاهد أن تقوم بقراءة هذه الجملة. نعم جيد جدا. الجملة التالية: أنا لا أريد التكلم عنه. كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية؟ حاول أن تركز قليلا وتفكر وتقوم بكتابة الجملة المناسبة في التعليقات باللغة الإنجليزية. أنا لا أريد التكلم عنه. أنا لا أريد التكلم عنه. فإذا ماذا سأقول؟ نعم سأقول I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. أو أقول I don't want to talk about it. I'm afraid of heights. أو I am afraid of heights. I'm afraid of heights. دورك الآن لقراءة الجملة. نعم I'm afraid of heights بمعنى أنا أخاف المرتفعات. أو أنا خائف من المرتفعات. أنا خائف من المرتفعات. كيف سأقول هذا باللغة الإنجليزية؟ كيف سأقول أنا أخاف من المرتفعات باللغة الإنجليزية؟ سأقول I'm afraid of heights. I know you're hiding something. I know you're hiding something. I know you're hiding something. أو I know you are hiding something. You're هو مختصر you are. I know
You're hiding something بمعنى أعلم أنك تخفي شيئا ما. I know بمعنى أعلم. You're أنك. Hiding something تخفي شيئا ما. I know you're hiding something. الجملة التالية عزيزي المشاهد سأقوم بقراءته وبعدها أوقف الفيديو واكتب لي معنى هذه الجملة باللغة العربية في التعليقات. He's an active child. He's an active child. نعم جيد جدا، إنه طفل نشيط. إنه طفل نشيط. He's an active child. He's an active child بمعنى إنه طفل نشيط. نعم جيد جدا. الجملة التالية أو آخر جملة معنا في هذا الفيديو. The book is divided into three parts. The book is divided into three parts. The book is divided into three parts. ما معنى هذه الجملة؟ The book هو الكتاب، فإذا المعنى هو الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء. The book is divided into three parts. الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء. حاول يا عزيزي المشاهد أن تقوم بحفظ هذه الكلمات وقراءتها مرارا وتكرارا واستعمالهم أيضا في حياتك اليومية. وصلنا إلى آخر الفيديو، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تقوم بالضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.